وزكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذرى القمة، هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، في مجلس بين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب حصل بينهم ما يحصل بين الإخوة. أخطأ أبو بكر الصديق على عمر، لكنه سرعان ما استرجع وقام ليعتذر من أخيه، لكن الشيطان في تلك اللحظة لا يترك المؤمنين. كان عمر رضي الله عنه قد اشتد غضبا فانصرف، والصديق من خلفه يستسمحه، وعمر بغضبه رضي الله عنهما يسير معرضا عن أبي بكر الصديق. ماذا يفعل أبو بكر وأخوه الذي يحبه في الله قد غضب عليه؟ ماذا يفعل وهو يقدم له الاعتذار فلا يقبل منه عذره؟ قرر أن يذهب لحبيبهم صلى الله عليه وسلم وأن يشكو له ما حل به وما نزل بينه وبين أخيه. انطلق ممسكا بطرف إزاره بيده سائرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبث شكواه ويخبره بما حل به من مصيبة زرعت الشحناء بينه وبين أخيه. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد سكن غضبه، ثم تأمل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الصحابة أبو بكر يقدم الاعتذار لي ولا أقبل عذره. فعاد عمر ليبحث عن أبي بكر الصديق، لم يقل كما قال كثير من الناس إذا عفى عن أحدهم لقد سامحته ونزعت ما في قلبي. أما عمر فقد ذهب بنفسه يبحث عن أبي بكر، بحث عنه في الطريق فلم يجده، بحث عنه في بيته فلم يجده، فعلم أنه قد ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. انطلق إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما إن دخل عمر إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم غضبانا، يقول: كذبني الناس وصدقني أبو بكر، وآذاني الناس ونصرني أبو بكر، وأبو بكر الصديق يمسك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم، أنا الذي أخطأت عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعدد مناقب الصديق حتى سالت الدموع على خديه وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فلم يزد على قوله: غفر الله لك يا أبا بكر. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى قلوب نقية، قلوب كقلوب أبي بكر وعمر. أبو بكر الذي عندما شعر أنه قد أخطأ أسرع بالاعتذار، وعمر الذي شعر أنه قد أبطأ بقبول العذر أسرع ليقبل عذر أبي بكر الصديق. أيها الأحبة، لماذا هذا التقاطع بين بعض المسلمين؟ لماذا هذا الهجران؟ لماذا هذه القلوب تمتلئ بالغل والأحقاد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أعمال العباد ترفع في كل يوم اثنين وخميس بين يدي رب العالمين، فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء. يقول الله عز وجل: أنظر هذين حتى يصطلحا. نحن بحاجة لأصحاب القلوب النقية، خيار الخلق عند الله عز وجل. كما سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، أما صدوق اللسان فنعرفه، فمن مخموم القلب؟ قال: العبد التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا بغي ولا حسد، أولئك هم أفضل الخلق عند الله، مخمومي القلوب، قلوبهم نقية، لا يحملون الإثم ولا يحملون البغي ولا يحملون الحقد على المسلمين. حالهم إذا أخطأ عليهم إخوتهم كحال يوسف عليه السلام،
يوم أن أخطأ إخوته في حقه انتزعوه طفلا صغيرا من بين يدي والده، ألقوا به في الجب حتى أصبح بعد العز ذليلا وبعد الحرية عبدا مملوكا. ومع ذلك لم يتركوه، بل لما جاءوا إلى مصر ليمتاروا منه ووضع السقاية في رحل أخيه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. ومع ذلك يوم أن رفع الله عز وجل يوسف وأخبرهم أنه أخوهم الذي آذوه لم يقم بتوبيخهم، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فلم يوبخ ولم يعاتب بل قال بقلب نقي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. ولما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يذكر خروجه من الجب وهو أعظم لأنه يذكر إخوته بخطأ أخطأوه، فأخلاق يوسف هي أخلاق الكبار لا يذكرهم لأنه قال لا تثريب عليكم، إن أصحاب القلوب النقية هم أهل الجنة بإذن الله عز وجل. أليس حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في يوم من الأيام يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ فتعجب الصحابة، رجل من أهل الجنة معروف يسير بيننا وإذا برجل يخرج تنطف لحيته ماء، وإذا بحذائه بيده، وإذا بأحد الصحابة عبد الله بن عمر ينبري ليعرف سر كون هذا الرجل الذي بشر النبي بأنه من أهل الجنة ماذا يصنع؟ بات عنده 3 ليال فلم يجد كثير عبادة ولا صيام ولا صلاة، فلما سأله في نهاية المطاف أخبره أنه لا يصنع غير ما يرى إلا أنه لا يجد في قلبه على مؤمن غلا ولا حسدا، بذلك كان من أهل الجنان. إنها قلوب نقية، إنها دموع الإخوة يوم أن يقدمون الاعتذار لبعضهم البعض، ودموع الأخي عندما يعانق أخاه، تصافحت الأيدي وتسامحت القلوب، ويسألون الله علام الغيوب أن يرضى عنهم أجمعين. زكاه ربي بخلق عظيم وطهر حباه ذر القمة، هو المصطفى قادنا للفلاح ودرب الرشاد إلى الجنة. فلست أقدم أمرا علي